وفي هذا الصدد غرد الصحفي عبد الله إسماعيل قائلا: يمارس الحوثيون ما مارسه أجدادهم الإماميون في استخدام التجويع كسلاح لقهر الناس وإفقارهم، من دعوى إسقاط الجرعة إلى سرقة أموال الدولة والمرتبات والاستحواذ على الإيرادات. من جهته قال الصحفي همدان العلي: إن عصابة الحوثي تدعي بأنها تتعرض للحصار، ولو كان الأمر كذلك لكانوا يتسولون، لكن الذي يحدث الآن أن الحوثي هو من يجوع الناس لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية وطائفية. وبدوره تفاعل فهم الزبير قائلا: تتعمد الميليشيات الحوثية تجويع المواطنين بتخزينها للقمح والمواد الغذائية واحتكارها للسلالة لزيادة معاناة اليمنيين، وتفاقم الوضع المعيشي الذي يندر بمجاعة كبيرة ستحل باليمنيين في الأشهر القادمة. فيما كتب الصحفي عبد الإله الحوت قائلا: جرت الميليشيات البلاد للحرب، وكل يوم تتصاعد فاقة المواطنين ومعاناتهم في توفير لقمة العيش، فتزيد الميليشيات الحوثية من أساليب جباياتها وتبترك طرقا جديدة لسلب الأموال دون أن تقدم للمواطنين شيء مقابل تلك الجبايات. أما مستشار وزارة الإعلام أحمد المسيبلي فغرد قائلا: الحوثيون ينتهجون سياسة أئمتهم الكهنوتيين بتجويع اليمنيين لأجل تركيعهم واستغلالهم، ثم الخلاص منهم تنفيذا لمشروع إيران الاستيطاني القائم على التخلص من السكان الأصليين وتسكين أتباعهم. من جانبه كتب الدكتور ثابت الأحمدي: لا توجد ميليشيات في العالم بقسوة الحوثيين الذين ينهبون الرواتب ويفرضون الجبايات في نفس الوقت، حتى عصابات المافيا تخلق اقتصادا موازيا لنشاطها ولتغطية نفقاتها الذي يقتات منه القابعون في مناطق سلطتها. أما الصحفي عبد الله المنيفي فكتب قائلا: ليس التجويع سياسة عابرة مرحلية، إنها منهجية إمامية خبيثة لإخضاع اليمنيين للفكر السلالي العنصري المتطرف وشعارات الدم. فيما غرد الناشط نايف العماد قائلا: ارتبطت الإمامة في الذهنية اليمنية بأسوأ المراحل التي يعبر عنها الثالوث الرهيب، الفقر والجوع والمرض. تتحالف الإمامة مع ثالوثها لتنسج خيوط الجوع، معتقدة أنه الوسيلة الوحيدة لإخضاع شعب رافض للعصابات السلالية.